بسم الله. أفضل مصادر الزنك: اللحوم الحمراء، المحاريات، الحليب ومشتقاته، البيض. طبعا في مصادر كتير للزنك، لكن أفضلهم هي اللحوم الحمراء. حوالي 100 جرام من اللحم البقري الأحمر بيديك ما يقارب من 11 ملي جرام من الزنك، اللي هو تقريبا الاحتياجات اليومية، يعني 99% من الاحتياج اليومي للزنك. وهنقول دلوقتي الجسم محتاج قد ايه بالنسبة للبالغين والأطفال. اللحوم الحمراء هي مصدر رقم واحد للزنك. برضو الأسماك، المحاريات، كل الأسماك البحرية والمحاريات بتديك زنك عالي جدا. الحليب ومشتقاته، المكسرات، في أعشاب كتيرة فيها نسبة من الزنك لكن قليلة جدا، زي العشبة، الهيل، الزعتر المجفف، الكراولة، الكمون، البقدونس المجفف، الزنجبيل المطحون، الكركم المطحون، ينسون، لكن دي كميات قليلة. لكن أفضل مصادر هي اللحوم الحمراء، المحاريات، الحليب ومشتقاته، البيض، ويكون بيضتين أو ثلاثة أفضل يعني. طبعا أعراض نقص الزنك: الزنك حسه ناقص، ممكن يجي على شكل تساقط في الشعر، ممكن زيادة حبوب في الوجه إذا حب الشباب، مشكلات أمراض مزمنة زي الإسهال المزمن وزي السكر والضغط، ممكن نقص الزنك يسبب، يكون أحد الأسباب. وطبعا ضعف حاسة التذوق، يعني حط حباية مثلا زنك وما يحسش بيها. الإسهال المزمن، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، تغيرات الإدراك، دي أكتر أعراضه. لكن زي ما قلنا أفضل مصادر الزنك هي اللحوم الحمراء، وإن 100 جرام بس بتديك 11 ملي جرام من الزنك يوميا، وهو احتقاط ممكن من 11 ل 12، تفرق من الحريم دي للرجاله. لكن افضلهم اللحوم الحمراء، المحاريات، والاسماك، الحليب ومشتقاته، والبيض، وقلنا الاعشاب اللي بتحتوي على الزنك. وطبعا ممكن يحصل تغيرات في الاظافر، شقوق، تشققات في الاظافر، او لو اعراض كتير احنا قلناها، راجعوا فيديو الزنك. لكن مختصر ملخص والخلاصه في افضل مصادر الزنك: اللحوم الحمراء، المحاريات والأسماك، الحليب ومشتقاته، البيض، المكسرات. خلاص. وقلنا أعراض نقص الزنك: تساقط في الشعر، وزيادة في حبوب الوجه، وضعف وحس التذوق، والإسهال المزمن، فقر الدم الناتج عن الحديد، وتغيرات في الإدراك، يعني في الوعي أو في الإدراك. طيب احتياج الزنك اليومي، يعني قلنا مثلا الجسم بيحتاج من احتياجات الزنك اليومي من الإناث من فوق 18، او مثلا نقول الست او الانثى من 14 ل 18 سنه بتحتاج 9 ملي جرام يوميا، الحامل من 14 ل 18 سنه بتحتاج 12 ملي جرام يوميا، الذكور من 19 سنه فيما فوق بتحتاج 11 ملي جرام يوميا، المرضع، الست اللي بترضع 19 سنه فيما فوق بتحتاج 12 ملي جرام يوميا، الحامل فوق 19 بتحتاج 11، المرضع بتحتاج 13 ملي جرام من 14 ل 18، يعني في حدود ماكسيمم 11 13 12 ملي جرام يوميا. يبقى لازم ناخد المصادر الاساسيه من الزنك، وهي اللحوم الحمراء وقلنا، او اللحم البقري او اللحم الضاني او الكبده البقري، او المحاريات عموما، الاسماك كميه المحاريات اقل شويه، الحليب ومشتقاته بيدي برده كميه حوالي 14% او 16% من الاحتياجات اليوميه، البيض برده بيدي حوالي 5%، بيضه واحده تديك 5% احتياجات الزنك يوميا. لو عملنا طبعا البيض عشان فيه كولين مش موجود في حاجات تانية. برضو الاحتياجات قلنا اسباب نقص الزنك حاجات كتيرة جدا، لو حصل اسهال، لو حصل عدم تناوله عن طريق الاكل، لو فيه حاجات يعني حبوب بقليل كتير فيها حمض الفايتك اسيد، هذا الفايتك بيمنع او بيقلل امتصاص الزنك. وبرضو نقص الحديد، نقص الحديد، لانه لازم يا جماعه اللي بياخد زنك ما ياخدش زنك تحت اشراف طبي، لان الزنك لازم يبقى فيه توازن مع النحاس، اذا زنك ارتفع النحاس بينزل، فاذا خدت زنك لازم اخد معاه نحاس او اظبط واشوف الزنك كام بالظبط عشان ما يزيدش، لان السميه بتاعه الزنك ممكن يحصل منه سميه اذا زاد حده، احذروا تسمم الزنك، ممكن يعمل تشنجات، حمى، نوبات، اغماء، ممكن شعور بطعم المعدن بشكل دائم في الفم، انخفاض ضغط الدم، وعدم القدره على التبول، دي التسمم بالزنك. تاني واخر حاجه افضل مصادر بنسميها المصادر الحيوانيه للزنك، فطبعا في مصادر نباتيه لكن نسبتها قليله ومش مفيده وما بتمتصش كويس وما تغنيش عن عشان الناس كده، الناس النباتيين عندهم دايما نقص زنك.
يبقى ناخد زنك المصادر الحيوانية وأسماك ومحليات وحليب وبيض ومشتقات ومكسرات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.